النهاردة يا جماعة طلة إلهام مختلفة تماما، وأنا راضي عن الطلة ديت لأن أنا بحب أشوف إلهام باللون الأسود، علشان اللون الأسود بيبرز شكلها وجمالها. طبعا تسريحة الشعر رائعة، أنا بحب بفتكر ناس أنا اللي عاملة تسريحة الشعر طبعا. محمد شخصية يعني مش سلوم محمد سؤال، لا ده محمد سؤال طبعا. أنا بشكره جدا جدا، ميرسي يا محمد. فكرتيني بنصف ربيع الآخر النهاردة. أنا عجبني اللبس، عجبني الأسود والفستان، وإن هي مش لابسة واسع. بيرلا قلنا الشعر طبعا محمد الصغير بنفسه، الميك اب مكياج انجي من لانكوم، والستايلس ايناس شاهين. ايناس شاهين وكوسي شاهين. انا تدخلت في اللوك النهارده مع ايناس، و يعني انا عايزه اقول برضو مادام الهام شاهين على الريد كاربت، قلبي بيقول ان في جايزه ان شاء الله. قلب الام دليله ان شاء الله. يعني الهام خدت الجايزه من جمهورها بعد عرض الفيلم وسولد اوت عروض الفيلم مرتين، ولكن الهام ان شاء الله ان شاء الله هتاخد جايزه النهارده احسن ممثله، وعشان كده عايزه اقول لها مبروك مقدما يا إلي ان شاء الله. مساء الخير. احلى زبروطه. هتقفل 2020 بجايزه، وهتبدا 21 بجوائز ان شاء الله. يلا بقى، عايزين جوائز جايزه وجوائز. 2020 جايزه، 21 جوائز. مش تساليني انا عايزه ايه، مش مهم انت عايزه ايه، انا عايزه الجوائز. اهلا اهلا، تعالوا يا حلوين. انا اوصل البيت الحلقه. لا 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 خلاص، اللي انا بقوله ده مش هيودينا. انت تسكت انت عشان الاشاعات طلع عليك كتير. يا ايمن تقول ايه الالهام النهارده؟ اقول لها الف مبروك، ويا رب يا رب جايزه، يا رب ان شاء الله جايزه، ودايما في نجاح ان شاء الله. يا استاذ محمود مدير التصوير الجامد، انا من اول ما اتفرجت على الفيلم وقلت لها، وبجد يعني I'm so proud. احنا البراود فيك. ده غريب جدا، لانه من يوم عرض الفيلم سكي ده، علشان كل ده سوشيال ميديا. هتسجل بقى؟ انا عايزه اسجل، استنى.